أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامج آخر ساعة. أمينة بغداد وعدت الشعب العراقي بأنها ستخرج العاصمة العراقية من قائمة أفشل مدينة في العالم، فهل ستستطيع من فعل ذلك فعلا وتوأمة بغداد مع باريس كما قالت، أم أن هذه التصريحات ستكون حقيقة مشكلة بالنسبة لها لأن العبء والحمل كبير جدا بالنسبة لأمينة بغداد. كذلك سنتحدث عن الجثث المتراكمة في الموصل وهذه المناظر المرعبة التي في الحقيقة ظهرت وجاءت من مدينة الموصل الحدباء، وأيضا في الحقيقة كان هنالك اهتمامات في عودة النازحين وهل بالفعل سيستطيعون من العودة إلى هذه المدينة العظيمة. دعونا نشاهد هذا التقرير المتعلق بهذا الموضوع ثم سنعود لمناقشة قضايا العراق، فلنشاهد. على الرغم من مرور شهور عدة على إعلان تحرير الموصل من سيطرة داعش وتكثيف جهود إزالة مخلفات الحرب، إلا أن مناطق الموصل القديمة لا تزال تشهد انتشار آلاف الجثث تحت الأنقاض، والتي تعود معظمها إلى عناصر من داعش قتلوا خلال عمليات التحرير، حيث ناشد مسؤولون في بلدية الموصل مديرية الدفاع المدني للإسراع بانتشال الجثث المنتشرة في الدور والأزقة، والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة الأهالي العائدين إلى مناطقهم. أخويا أنا جيت على بيت أستا، تلاحظ قدامك أستا الفرع مليان جثث، مليان دواعش، ومليان يعني ما تقدر نرجع نسكن مناطقنا، ما ننتقل، ما بيه خدمات لا ماي لا كهرب. اي اخوي مو ورا الجثث، والريحه تعال شوف قدام عينك انت، هاي الريحه تقتل. ما 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 اي سكن، شلون اذا ما سب مرض اللي سب مرض اطفالي. هسه بالمكاوي باسكو غلق ليعاد، يا اخي مليان جثث، هاي جثث مرض طاعون، مرض سرطان، مناطق من غيحه مناطق يعني غيحه نتنا، يعني بحيث الزوع تمشي. ما كمل هسه مليان، هسه اوديك. بكل فرع جثه جثتين ثلاثه موجودين. ما تنظيف، ما نظفوا اي شيء، ما نظفوا بعد. مليان اسع بكل فرع، بكل عوجه، بكل بوكان. البارحه جثه بالجامع، هذا جامع المعاضي بجثه، لي قدام بجثه، يم الحظيره لي قدام بجثه، جثه الاخ. اسع وديك اسع فرك، شوفوا الجثث كلها هناك بعد. هذا ودعا مواطنون الحكومه والجهات المعنيه الى انتشال ما تبقى من جثث تحت الانقاض وإزالة المخلفات الحربية من خلال جهود مكثفة للإسراع بإعادة الحياة إلى تلك المناطق. نطالب الحكومة وبالأخص الدفاع المدني طبعا بانتشار الجثث من منطقة الميدان ومناطق القديمة عامة، بس بالذات منطقة الميدان، لأن أسا أكو ألافات الجثث بالمنطقة والريحة تقتل والأمراض، وتعرف إحنا لين راح نرجع شلون ترجع أنت جثث بعدها موجودة وبيوت مدمرة ومهدمة. فالجثث تنشال اول رقم واحد طبعا يشيلون ينظفون المنطقه، ثاني شيء ينظفون الانقاض والوسخ ولا هذا، حتى الناس ترجع تعمر بيوتها ومحلاتها، ترجع الحياه لهذا الجانب والمنطقه القديمه، يعني اكثر ناس تضررت هي المنطقه القديمه. تواجهنا بعض المشاكل، منها مشاكل الجثث المتوفيه المتفسخه العفو داخل المدينه القديمه. يوجد جثث يعني حسب رفعنا تقريبا 2500 جثة خلال الأشهر الماضية، ويوجد لدينا لا نعلم لحد الآن الإحصائيات الحقيقية للجثث الموجودة داخل المدينة القديمة. ما تبقى من عمليات انتشار الجثث هي فقط الإخبارات اللي نقول راح تجينا إخبارات متأخرة في الأيام القادمة. قدرنا نعمل بأغلب مناطق الساحل الأيمن في عمليات انتشار الجثث، منها المناطق المفتوحة وكان العمل بها بواسطة المعدات الثقيلة. انتقلنا إلى المناطق القديمة، كانت الصعوبات في المناطق القديمة بسبب عدم دخول المعدات الثقيلة إلى هذه المواقع. عملنا بواسطة الأجهزة البسيطة وبواسطة الأيادي، استغرقت عندنا وقت أطول وجهد أكبر، والحمد لله قدرنا أنه ننهي هذا الواجب. إضافة إلى عمليات إنقاذ المحصورين، قدرنا ننقذ ما يقارب 200 شخص من تحت الأنقاض في ظرف المعركة، وتم نقلهم إلى الطبابة العسكرية ومعالجتهم وتدقيقهم أمنيا وتسليمهم إلى أهاليتهم. دائرة صحة نينوى وعلى لسان مديرها
أكدت صعوبة انتشال بعض الجثث خوفا من المخلفات الحربية، الأمر الذي يتطلب تضافرا للجهود والتنسيق بين الفرق الطبية والدفاع المدني، مؤكدا عدم وجود أضرار على صحة الإنسان بقدر ما تبعثه من روائح كريهة تضر بالبيئة على حد وصفه. هناك جثث موجودة تحت الأنقاض، هذه الجثث تبعث رائحة كريهة، وإضافة إلى تشكل خطورة وتلوث البيئة، ونحن بصدد التعاون مع الدفاع المدني الذي له دور، نعمل يدا بيد مع الدفاع المدني حيث يقوم الدفاع المدني بإخراج هذه الجثث، علما أنها بعض هذه الجثث لا يمكن أن يعني نصل إليها إلا بتوفير بتدخل الجهات الأمنية خوفا من وجود ألغام أو بعض الأشياء في هذه الجثث. لا توجد هنالك الأضرار، وإنما تبعث رائحة وتلوث في البيئة، فلا توجد هناك أضرار تخص المواطن. أكثر من 2000 جثة عثرت عليها الفرق المتخصصة لانتشال الجثث منذ بدء العمليات العسكرية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، رغم الخطورة والتحديات التي واجهت الفرق. قد يكون عمل انتشال الجثث انتهى رسميا لدى الفرق المتخصصة، لكن الحديث عن الضحايا قد يستمر مع بدء إعادة إعمار هذا الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية. إذن أعزائي المشاهدين، سنناقش هذا الموضوع بجميع تفاصيله مع ضيفي هنا في الاستوديو، الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم. أهلا وسهلا بك. مرحبا، حياك الله أستاذ. شكرا أستاذ رعد. خلينا نبدأ من التقرير اللي ظهر أمامنا من الجثث المتراكمة، حديث عن أكثر من 9000 جثة مفقودة، هذه بضع المئات اللي يتم انتشالها. السؤال اللي أريد أسأله لك، هذه الجثث حقيقة وأنت باحث في الشأن العراقي، يعني ليش ما حد اشتكى، ما حد مشى بالموضوع، ليش الحكومة ما مشت بالموضوع إلا بعد 7 شهور من تحرير الموصل؟ ليش الآن يلا انتبهوا على الموضوع، وليش صار انتباه إلى هذه المزابل البشرية المخيفة في الموصل؟ شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة. أهلا بك. وتحياتي لكم المتابعين. هذه القضية خطيرة، ولعل من يعني ما يعني يريح أنه هناك متابعة من قبل قناتكم والقنوات الأخرى اللي تعتبر مسؤولة، فضلا عن ما أثير من قبل أسوشيتد بريس لهذه الكارثة البيئية، أنا أسميها كارثة بيئية. هذه يعني تجعل من يعني النظر إلى هكذا أمور وكأنه بالتفاطين، مثل ما يشير القول الدارج، يعني أي يجوز أنه الأمور تجري في مدينة شبه منكوبة أو منكوبة لنقل في جانبها الأيسر، تصير أو تحصل أمورات يعني تسيء للأجواء هناك أو تثير يعني الجانب البيئي بهذه الصيغة التي تضر بصحة المواطن، وفضلا عن يعني تثير حقيقة الريبة وتثير أيضا الخوف لدى أيضا المجتمع هناك وخاصة مجتمع الأطفال. وهذه الأمور تكشف بحقيقة واقعة عجز الدولة رغم هذا يعني الترويج الإعلامي. حقيقة الترويج الإعلامي يشير عجز الدولة عن شنو؟ عن أولا معالجة مخلفات الحرب. أولا. طيب. ثانيا عن عدم انتشال مثل هكذا جثث. طيب. إن كانت للدواعش فهي تثير الريبة من أنها يعني فيما إذا تم تفتيشها قد يعثر على كنوز معلوماتية. طيب. يعني الورقة أو القصاصة الصغيرة في جيب أي داعشي هي تشكل معلومة أمنية، هذا الجانب الاستخباري ميؤوس من عنده. رغم أنه الخوف والخشية أنه تكون الجثث ملغمة. أكيد. وأيضا ربما تكون فيها يعني
آثار صحية سيئة. ما تعتقد هذا الموضوع اللي أخر بانتشال هذه الجثث الملغمات المفخخات، جثث ملغمة حتى بالمبردات يفخخوا داعش، يعني ممكن أن تسبب لك خطر بأي شكل من الأشكال؟ حتى الحيوانات اللي ميتة ممكن أن تكون مفخخة وصارت أكثر من حالة أمنية. يقول لك هذه واحدة من الأشياء اللي أخرت حقيقة عملية انتشار الجثث اللي نشوفها اليوم بعد 7 شهور من تحرير المدينة. يعني إذا تابعنا تتذكر نهايات المعارك في الموصل، طيب، كان هناك يعني حقيقة توقعات من أنه ستتأخر عملية إعادة تأهيل المدينة. وتعرف جنابك إعادة تأهيل المدينة يعني يشمل كل هذه الظروف، نعم، وكل هذه الملابسات وحتى كل هذه القضايا اللي تتعلق بالجانب البيئي والصحي للمواطن بإزالة المخلفات. أنت تعلم أنه يعني هناك يعني أمور لا يطلع عليها المواطن، مثل يعني تسخير المنظمات الدولية لدفعها باتجاه كشف كثير من موضوع الألغام. لذلك أنا يوم أمس اطلعت على تقرير نشر في صحيفة بريطانية، طيب، أن هناك شركة بريطانية كبرى تعمل بمعية العراقيين على موضوع كشف الألغام، فضلا عن الجهد الهندسي المحلي التابع للقوات الأمنية. كلها هذه تجري ببطء حقيقة، وبطء واضح بدليل أنه يعني للأشهر الستة أو الخمسة التي مضت على تحرير الموصل بجانبها الأيسر أقصد، وإلى الآن للأسف نجد هكذا كوارث رغم ما تم انتشاله من مئات وآلاف الجثث. طيب السؤال المحير، عفوا، طيب تفضل. نعم، السؤال المحير، إلا أنهم هذولا كما قلنا إذا كانوا هم داعش فيمشي عليهم الأمر الذي يعني طرحناه، ما ينطبق عليهم هذا الأمر اللي تحدثنا عنه، أنه يعني يضاف إلى أنه هم قد يخفون جوانب وثائقية وأمور. هاي العمليات الكشف الدي ان اي اللي خاص بهم مسؤولة الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، طيب، بالكشف عن شخصيات هؤلاء. هذه النقطة مهمة أستاذ أحمد. هؤلاء الدواعش الإرهابيين ليش مهمة إذا هم ماتوا؟ أقول لك ليش مهمة. يعني ممكن مثلا أبو بكر البغدادي يكون واحد منهم، أو قيادات مطلوبة الولايات المتحدة الأمريكية. بالضبط، هذا طيب. اقتربت من الإجابة جنابك، طيب، ولمعلومات جنابك ولمعلومات المتابعين أيضا، هناك المئات بل الآلاف من المتطوعين الأجانب، ربما حتى هم عرب وهم يحملون جنسيات لدول بعينها، وهذه الدول جاء من يمثلها من العسكر أو من الاستخباريين لكي ينتقي أو يعني يدقق المعلومات حول وجود مواطنين من دولتهم. لذلك يعني لماذا نقول الدولة العراقية مسؤولة عن هذه القضية، قضية التعرف على جثث هؤلاء وضرورة لا أقول حفظها، وإنما في أقل تقدير دفنهم في مكان، حفظهم في مكان، لأنه يعني هذه المسألة مسألة تعاطي دول مع دول. هناك من يقول أنه يعني الدولة العراقية مسؤولة ربما بعد سنوات أو أقل، يعني أشهر لنقل، ربما تأتي لك منظمة تدعي جانب الإنسانية وجانب الحقوق الإنسان وتقول لك أنه يقال أنه أحد مواطني دولتي قد عبر إليكم على الحدود واختفى، سيكون جواب المفترض أنه هذول دواعش. طيب وين هالمساعدات الحكومة العراقية؟ يعني لجان حقوق الإنسان الدولية، الأمم المتحدة اللي هي دائما تتكلم وتطلع تقارير وهيومن رايتس ووتش ومن الانتهاكات وكذا، هذه الجثث مثلا ليش ما ساعدوا بالموضوع مالتها؟ ليش ما دزوا خبراء؟ ليش ما نبهوا على الموضوع أكثر؟ لأن العراق تدري أنت محتاج إلى مساعدة، ليس فقط عسكريا مثل ما صار بالفترة الماضية، وإنما حتى بالإنسانيا في إعادة الإعمار، هذا واضح الأمر. ليش ما حد ساعد من الدول إذا هم فعلا معنيين بالموضوع وعدهم مفقودين من دولهم؟ أصبت يعني بطرحك أستاذ أحمد، هو يعني طبعا هي المسؤولية مشتركة، كما كانت المسؤولية مقاتلة داعش مشتركة، كما هو الآن مسؤولية إعمار
المناطق المتضررة أيضا مسؤولية مشتركة، ولكن حينما تأتي هذه المنظمات أو عوائل حتى الذين قتلوا ويوجهوا تهمة إلى العراق، لنفترض أنه أخفي أولادنا وهم كانوا يعملون ربما بجانب إنساني وليسوا دواعش، دلينا يا الحكومة العراقية على الدليل أو الإثبات الذي يشير إلى أنه ولدنا أو مواطننا أنه داعشي أو إرهابي كان في مجال الإعلام والسياسة والصحافة والمتابعة والاستقصاء والطب وشؤون الإنسان وحقوق يعني هذه الأمور توجه التهمة. أنا أقرع جرس الإنذار للحكومة، ليس فقط إنقاذ أهالي الموصل من هذه المخلفات البيئية، وأقول مخلفات بيئية بمعنى الكلمة وكارثية حقيقة أولا، وثانيا أيضا لاستجمع ما يمكن استجمعه من هؤلاء الشراذم لتأكيد هوية ما أو تدقيق شخصي لهذه العناصر على وإن كان الوقت متأخر على ما يعني ممكن أن يتم التعرف عليه. هذه مو جثث ومقابر جماعية سابقة لتعود لهذا النظام السابق وهذه الفترة الداعشية، هذه مسؤولية دولية يعني سيتم الكشف عنها إن آجلا أم عاجلا. هذه قضية حسابات دولية. أنا أثير هذا الموضوع لأنه طرح على مستوى جامعات أمريكية طيب وأوروبية. بس أكو يعني تقارير إجتي حول هذا الموضوع قبل تحرير حتى الجانب الأيمن، تقول أكو من الدواعش 4000 أو 3000 مقاتل، يعني كان فيها كلام كثير عن عدد الدواعش الموجودين، هذا ما عدد الدواعش اللي هم هربوا سلموا سلاحهم وطلعوا إلى الشمال إلى أقليم كردستان أو انهزموا إلى طرق معينة أخرى. السؤال يا سيدي الكريم، يعني احنا دا نحكي مثل ما قلنا بداية البرنامج عن 9000 جثة مفقودة، وهذه مئات الجثث الكبيرة، يعني اكو احتمالية كبيرة من ناحية الاحصائيات اللي انا ذكرتها الان والتقارير السابقة بان اغلب هذه الجثث هي جثث لمدنيين فعلا قتلوا بهذه المعركة. السؤال الاكبر هنا، الحكومة قررت اعادة النازحين الى الموصل الى المناطق باسرع وقت ممكن، واعتبر انجاز بعد هذه الصور، نقدر نعتبر قرار إعادة النازحين صحيح؟ بالتأكيد يعني مثير ومؤذي يعني من جانب النفسي وحتى المعنوي، وفضلا عن يعني ما هو هناك تقصير في الجانب الخدمي المقدم يعني في المدينة حقيقة، يعني فعلا أيضا التساؤل اللي أثرته من أنه يعني كانت الأعداد لا نقول متواضعة ولكن لا تتناسب مع ما شاهدناه ونجده في هذه الصور المؤلمة. العدد الذي كان يعلن عن الدواعش طبعا هو مهما يكون افتراضي أستاذ أحمد، يعني يجيك واحد من هذا الجهاز أو الأمني أو ذاك أو هذه الجهة الاستخبارية أو تلك، ومعظمها أيضا حتى معلومات أجنبية يعطيك أرقام يعني، وغالبا ما وجدناها يعني أرقام متناقضة مع بعضها. لذلك إن كان يصل العدد إلى هذا أو ذاك، تبقى أيضا عامل الإمداد الذي كان يحصل إذا تذكر حينما يتضايقوا في مكان، يعني تأتي هناك قوات إضافية أو عناصر إضافية داعمة وساندة، ولكن مهما يكون لا يصل العدد فعلا إلى ما وجدناه من يعني كارثة بيئية واضحة وانتشار كبير لهذه الجثث. الأمم المتحدة ليش ما اعترضت على موضوع إعادة النازحين خاصة إلى الموصل مثلا على سبيل المثال، إلى المناظر إلى المناطق اللي احنا شفناها مثلا، يعني على المزابل والذباب والحشرات والأمراض اللي ذكرت من أبناء المدينة، يعني انت ممكن بكل سهولة تقول ولا كائن حي يقدر يعيش في تلك المنطقة، مو بس البشر اي كائن حي اخر. طيب اذا احنا في هذا الموقف الان، الامم المتحدة ليش ما تتدخل بسرعة؟ ليش ما تتصرف؟ ليش ما تبقي الناس الموجودين؟ ليش فقط اهتمت بالمخيمات وما اهتمت بهذه المناطق فقط تطلق تصريحات وتقارير؟
بالتأكيد يعني الأمم المتحدة ومنظماتها وحتى المنظمات الأخرى الإنسانية غير التابعة للأمم المتحدة هي يعني لا تتمكن من الإحاطة بكل مفردات المعاناة والمأساة العراقية. بالتأكيد يعني مهما سعت ومهما اجتهدت المعاناة واسعة وكبيرة ويعني من الصعوبة بحيث أنه ما تتمكن فعلا هذه الجهود جهود متواضعة يعني رغم أنه يعني أمامنا يعني يتضح أنه يعني التسمية نلاحظها فيها يعني شيء من تفخيم أو شيء من يعني تشوفها بصورة كأنه كبيرة ويعني قادرة كأنه قادر على كل شيء أن تتمكن من أن تحقق المعجزات ولكن إمكانات الأمم المتحدة هي طالما شكت من قدراتها المالية وضعف في التمويل لذلك لا يعول كثيرا. وأنت أيضا تطرقت إلى موضوع المنظمات الإنسانية والدولية ومن ضمنها منظمات الأمم المتحدة كيف أنه لا تأخذ دورا في موضوع الكشف عن هذه الوقائع وهذه الأمور. حقيقة يعني هذا التقصير يسجل عفوا على هذه المنظمات ولكن الحكومة العراقية وإن انتاب الوهن والضعف في هذا المستوى هذا الإداء هذا الملف أو ذاك هي تبقى المسؤولة الأولى عن تنفيذ هذه الأمور الإجرائية ومعالجتها. يعني في المستقبل إذا حصل أي مساءلة أي تدقيق أي كشف عن خلل لا تسأل الأمم المتحدة ولا تسأل المنظمة تسأل الحكومة العراقية طيب. نعم الحكومة العراقية تقول لك أن هناك حصل تقصير في مستوى الإداء والتعاون الأممي معنا ربما هذا قد يبرر لها ولكن تبريرا محدودا طيب هذه الجثث اللي شفناها احنا بالتقرير وهي واضحة للعيان الآن بالأرقام وبالشكل ممكن نعتبرها خسائر حرب مثل ما يعتبروها دائما الأمريكان بغض النظر إن كانوا دواعش أو كانوا أبرياء أو كانوا حتى النص بالنص بغض النظر عن كل هذا يقول لك هذا خسائر حرب وهذه نتائج الحرب ما نقدر إحنا نرجع الأموات إلى الحياة هذه حقيقة واقعية وبس علينا أن نمضي قدما إلى بناء المدينة وانتشار الجثث وإعادة الحياة إلى هذه المدينة مهما كلف الثمن. يعني ممكن يحصل هذا الشيء ولكن لو تطلعنا إلى حوادث ووقائع التاريخ وتاريخ الحروب بالذات يعني حتى لو مر عليها هذه الحوادث كثير من الوقت والزمن يعني مصيرها أو يعني أول تالي إلا تنكشف أو يصار إلى كشف كثير من وقائعها. يعني نعلم أنه هذا الضرب اللي كان الضرب المدافع المدفعية ولا القصف الجوي كان قصفا مفرطا في كثير من الأحيان من جانب القوات الشرطة الاتحادية بالذات لأنه كانت يعني تقسي في ضرباتها واتهمت كثيرا من منظمات حقوق الإنسان اتهمتها من أنه تستخدم يعني القصف المبرح ولكن حينما حصلت إحدى الضربات الخاطئة الجانب الأمريكي أو جانب التحالف حصل فيها تحقيق وتحقيق مستمر وتحقيق بانت نتائجه الأولية بعد شهر وبانت نتائجه الأخرى اللاحقة بعد 6 أشهر بس شنو النتائج؟ وممكن أن تثبت فيما بعد أكثر من هذا الشيء بس شنو النتائج بالأخير؟ بالأخير يقول لك إحنا آسفين هذا إجابة الأمريكان لك لا راح يعطوك فلوس ولا راح يعوضون العوائل ولا شيء بالأخير الفلوس للنازحين تجي من الحكومة العراقية من الموازنة هي تتحملها الحكومة العراقية أحياناً وقائع التاريخ يصار إلى فرض تعويضات عن هذا الأمر ما نحن فيه أنه لأنه العملية واسعة كانت وتحديد المسؤولية والأستاذ أحمد حتى هاي الضرب يعني المبرح هذا اللي حصل أو المفرط في القوة لنقل كما يسمى بالمصطلحات العسكرية حتى هو هذا من أين جاء يعني صحيح أنه بعد مرات هناك تصير هفوات بالتسديد أثناء التسديد أنا أقصد القصف الجوي ولكن من أين أتى هناك سياقات عسكرية نحن في يعني غنى عن ذكرها ولكن
مسؤوليتها من الأرض. الأرض أي القطعات الأرضية تعطي للجو إحداثيات غالبا ما تكون صحيحة وغالبا ما تكون خاطئة. يحصل هذا الخطأ، المسؤولية هنا مشتركة، ولكن دلني على من يعترف بمسؤوليته عن أي تقصير. كلها تنادي انه او كانت متبرئة، وتابعنا ردود الأفعال كيف كانت متبرئة من كثير من الضربات الخاطئة، أقصد قطعات بعينها أو من يمثلها كانوا ينفضون أو ينؤون بأنفسهم عن كثير من السلبيات التي حصلت والتي وقع ضحيتها. طيب، وأنا أقدر أيضا أقول لك بأن هؤلاء هذه الجثث وهذه الكثرة بالأموات في مدينة الموصل هي اللي تسبب بها داعش، وليس التحالف الدولي وليس الحكومة العراقية أو الشرطة الاتحادية. هذه استراتيجية الدروع البشرية اللي اتخذها داعش واللي أدت إلى تجميعهم بهذا الشكل وقتلوا بهذا الشكل. وبالتالي يعني أنت حتى من تدخل إلى المدينة القديمة في الموصل ما عندك غير خيار تترجل من الآليات، ويصير ضرب بالهاونات وبالأسلحة الخفيفة وقصف شديد جدا على المنطقة. بالتالي داعش بالعكس هو المسؤول أكثر من أي طرف ثاني. كيف ترد؟ كلامك صحيح، ولكن شوف، احنا إذا ناخذها المنازلة كلها، منازلة معركة الموصل، أول ما تبتدئ بمرحلة جمع المعلومات عن الناس الموجودين هناك، تعرف يعني هناك قطاعات أو أحياء بأكملها معلومة لأهالي الموصل ويعني من يمثلهم اللي هم خرجوا، يعني مثلا في هذا الحي منو موجود من أهالي بيت عيلة الفلان وعيلة علان وكذا، المعلومات الدقيقة الأمنية إذا متوفرة يعرفون بكل حي. يعني هذه نحكي مثاليات احنا، بس خلنا يعني نفترض، لأنه هم من يحكونا الجانب الرسمي هم يحكونا مثاليات. اي يعني من يحكوا لك بالتهيؤ وبالتهيئه والعناصر الاستخباريه ومسك وقبض بالقاء القبض يشطرون يسبعون زايد، بس بالكشف عن هذه المسائل اللي بيها جانب انساني لا، ها والله يعني ينفضون شليلهم من هذا الموضوع. طيب، نقول انه انت عندك حمله تعرف هاي الاحياء بها سكان عدد كذا، لنقل جاءهم نازحون ايضا يفترض عاملين ابديت، يعني يجون علي انا المختار عن حي المعلمين عن حي ايش الموجود في الموصل، ويقول لي يعني، او حتى كانت التليفونات مشتغله، انه هذا الحي كله ايش كثر بيابا ب 5000 مواطن من ضمنهم معظمهم نازحين. هذا اقصد اذا توفرت الدقه، تجي القوات الامنيه تهجم على حي المعلمين لتحريره، تعرف ضمن ما تعرف انه اليوم هذا بي خلينا نقول 5000 مواطن اخلي 2000 او 3، يعني احنا هذا يريدها مثاليه ونحسبها بال يعني حقيقه بدقه. طلعوا قدامنا المواطنين ما يقرب من 1500، ظلوا 3.5. شاهدنا عدد من الجثث ما يقرب من 100 شهيد، هذا اطرحه من العدد. طيب، الباقي وينه؟ اكيد انترب جوا القاع، طلع من غير مكان، اكو احياء ربما احياء ملاصقه ايضا بها دواعش، قد يجوز فعلا استغلوهم كدروع بشريه. فعنده جانب استخباري دقيق، يعرف حتى هذه الجثث. طيب، التي عرضت هو مو مال حكي تصفط، لا هذول كلهم دواعش، لا فيهم فعلا كما ذكرت نقطه ذكيه جدا، انه هؤلاء من استخدموا كدروع بشرية. ولكن أستاذ أحمد السؤال يبقى، أنه يعني أنا اليوم عيلتي 3، 4، 5 اختفوا من عندها، ما أروح أسجل إخبار؟ يبدو هناك فعلا أشياء يعني غير شفافة يعني بالتداول المعلوماتي، يبدو أنه هناك إخبار أيضا عن وجود شهداء تحت الأنقاض أو ناس يعني غيبوا من قبل داعش، عملوا كفعلا يعني استغلوا كدروع واقية لداعش. هذه الإخبارات كلها كم تشكل ضمن العدد والمجموع؟ طيب، ناقصا هؤلاء اللي على ذكر جنابك ربما يعني أحلقوا لحاياهم أو فاقدين الإثبات طيب، المنافذ الآمنة اللي صارت أثناء معركة الموصل سمعنا عنها كثيرا، واكو خطه
وهذه المنافذ عن طريقها يطلعون الناس من الموصل لإنقاذهم من الحرب وتقليل الخسائر. تعتقد اليوم لازم يتحاسب المسؤول عن هذه الخطة، وأنه هذه خطة المنافذ الآمنة اللي خلقت لعبور المدنيين إلى المناطق اللي سيطر عليها الجيش العراقي البطل، ممكن أن يجب أن يقدم يحاسب على خبرته وطريقة تعامله مع الموضوع، لأنه بالفعل الكثير من العوائل سقطت على ما يبدو كما ظهر عندنا بالتقرير، وهم فقط فرغوا الشوارع وجمعوهم بالبيوت بس حتى يفتحون الطرق على ما يبدو أثناء من مراسلنا. فأيضا هذا يعني هو لازم يصير وياه تحقيق، وحول الخطة اللي وضعها اللي هي سببت في مقتل الكثيرين. نعم، الخطة هي الأساس، الخطة التي رسمها سيد العبادي يعني وافق عليها ورسمها قادته، أنه يبقى الأهالي في المدينة في طيب. في الأحياء في بيوتهم ولا تخرجوا كما خرجوا في مناطق أخرى من ضمنها. يعني كان المفروض يطلعون يعني مثلا؟ يعني هم من كانوا قناص الداعش من كانوا مقررين عزيزي من كانوا مقررين طيب. قيادة العمليات المشتركة بموافقة السيد العبادي يعني ايش اقول لك، هي ترى بالتاريخ قريب نعم كلها تفتح هذه الملفات، وانت تسالني عن المحاسبه وما محاسبه وساتيك بالجواب. اولا الخطه حينما اقرها العبادي وافق عليها لنقل وصار مسؤولا عنها، يقول انه لا يخرجون الاهالي، ما اعرف ما يدبروها بالنزوح يقاولهم او يعني يؤون النازحين، خطة نزوح ربما ما متوفرة عندهم وبالتالي يتوقعون نزوحا يعني جماهيريا ربما يفوق 1.5 مليون، فكانوا يعملون نحو التهدئة. يعني هذه الخطة حينما تقرها أنت يا سيد العبادي وقيادة العمليات المشتركة أنت مسؤولا عنها وعن تنفيذها. نعم تحصل كما ذكرت حضرتك، هذا يجيب القناص، هذا يروح ضحية قصف معين، هذا يروح، بس انت اقريت هذه الخطة وعندك من ربعك من الشرطة الاتحادية يضربون شامعة. طيب شنو كان الافضل يعني انت حتى لو فرضا انه انت على سبيل المثال مدينة القديمة او الجانب الايمن يعني تحاصر على سبيل المثال وتحاول الطول، المشكلة راح تغلق على المدنيين الموجودين وهذول الدواعش يعني ناويين يموتون ما عندهم اي مشكلة بالموضوع، فبالتالي انت راح تجوع المدنيين وراح تدخل في مرحلة مخيفة جدا بالنسبة للمدنيين، امراض، قلة دواء، كل هذه الامور، بالتالي اكو نظرة عسكرية يقول لك يعني ما كان باليد حيلة، هذا هو كان الحل الوحيد الموجود لمقاتلة داعش وتحرير المدينة، ولولا هذه الخطة كان لليوم احنا دنباوا على الموصل وداعش بها. يعني وكان من بين الحلول انه ترمى مساعدات على المدنيين مع ابقاء هذا الطوق لانقاذ يعني ما يمكن انقاذه وعدم خلق مجاعة او حصار عليهم، ولكن لم تحصل الموافقة على موضوع رمي المساعدات خشية استفادة الدواعش منها. ولكن لنعد الى سؤالك كيف انه نحاسبهم؟ لا ما نحاسبهم، اي واحد اي بطل من الجيش العراقي فتح منفذ ونجح في ايجاد منافذ لتهريب او لفرار المدنيين يكرم. تعرف ليش يكرم استاذ احمد؟ طيب يكرم لانه ومعلوماتنا الدقيقه اتحدث لك عنها، طيب يكرمون لانه ما من عمليه خلق منفذ إن ما سقط بها ضحية شهيد أو 10 أو أكثر أو أقل. أي منفذ خذها يعني بالحسابات التقليدية ولا العسكرية، فتح أي منفذ للأهالي لإنقاذ الأهالي يقتضي وقوع عدة خسائر وعدة شهداء وضحايا، تالي يستحقون التكريم الآن من الحكومة، تالي يستحقون التكريم ومربع خلي يرجعون ليه وراء ويشوفون هذه الوثائق. هناك قنوات من ضمنها قناتكم وثقت، وايضا قناة الموصلية وقنوات فرنسية وامريكية وثقت كثير من هذه القضايا، فتح المنافذ جيد. هم لو يعني متريثين قليلا، وان الذي حصل لو متريثين قليلا وعاملين جهودهم الإبداعية في الأمور السوقية والعسكرية التعبوية لفتح منافذ
لا جنبنا كثير من المدنيين. زين خلينا هسه نحكي عن موضوع مهم جدا. اليوم أمينة بغداد وعدت الشعب العراقي كله وقالت بأنني سأخرج بغداد من قائمة أسوأ مدينة في العالم. طبعا صار لنا احنا فترة كعاصمة وخلي يسمعون العراقيين احنا أسوأ بلد ولا يمكن العيش به حقيقة، هكذا كان مذكور من ناحية القمامة ومن ناحية الأمراض وطريقة العيش بها. طيب أمينة بغداد تعتقد هي خلت نفسها في موقف حرج الآن، أو هي من حقها كمواطنة عراقية كمسؤولة عن محافظة بغداد بأن حقيقة تهدف هذا الهدف وإن كان صعب، وهي طالبت يعني قالت أني سأحاول أن أخليه مثل باريس، توأمة بغداد مع باريس، من حقها كعراقية أن تحلم هذا الحلم حتى وإن ما قدرت تحققه. شلون شفت الموضوع؟ أنا يعني دائما أتمنى على المسؤول العراقيين يعني لا يطفون كثير بالتصريحات، يعني يعني التوازن حلو يعني. طيب. ومن يشوف نفسه يعني زاهي يعني بموضوع معين ويريد يتباهى هم على كيفه بالتعليق، لأنه حقيقة بعضهم يوقع لنا مشاكل، ولعل سلفها السابق السيد عبعوب يبدو أيضا وقع ببعض مثل هكذا التصريحات إحراج وصار محل تندر بصفحات التواصل وبتعليقات إخبارية. أتمنى عليها، وهي اللي صار لما يقربنا 3 سنين، أنه خففت لنقل من وطأة تقييم المجتمع أو العالم للعراق أو لبغداد بالذات من أنها أسوأ مدينة غير صالحة للعيش في بعض التقييم يبدو التنموي البشري المعتمد في سياقات دولية وعالمية. كنت أتمنى لها أن تقول لي متى يعني الوقت اللي يعني مسموح لها أنه تخرج بغداد من هذا المقياس أو هذا التقييم. كم هذه الفترة؟ يعني هي أعتقد يعني مصاف أنه على غرار التغيير الوزاري ربما تخضع للتغيير، فهي في 3 سنوات حركت شيء، غيرت شيء، غير إزاحة بعض الصبات، سوت إنه شيء ما أعرف. زين ليش صرحت هسه العاد؟ ليش يعني السبب يعني؟ 3 سنين ما سوت شيء حسب رأيك؟ ليش أقول كنت طيب. أتمنى ما تصرحي شيء تصريحات مثيرة وملفتة. طبعا على قولتك ماكو واحد ما يفرح أنه يشوف مدينة بغداد وكل مدن الأخرى طيب. من أجمل ما يكون طيب. ولكن يعني في هذا الوقت يعني اللي بي ترويج دعائي وانتخابي دعائي انتخابية أيضا يعني احنا صرنا كل تصريح نقول عليه دعائي انتخابية، يعني هو أول ما روج على أنه هي يعني من المقربين للسيد الأديب، وبالتالي طيب. يبدو هي مقربة من الدعوة ربما أقول كما روج طيب. فهي أن يعني انقصدت موضوع ترويج انتخابي، فهو ايضا يعني ارى هذا التصريح يعني فيه يعني قطع اشواط او استباق او حرق مراحل يعني، وعلى الورق على ما يبدو او بالتفوه بالكلام يعني الى اي حد تريدين تحكيها، وهاي الصور الملفتة للقاذورات وللاوساخ. زين مقارنتها باريس يعني توأم محاولة التوأم مع باريس يعني أعظم عاصمة بالعالم يعني. هنا المفارقة أستاذ أحمد، يعني هسه أنت لو شايفت أن واحدة من المدن المتواضعة مدن العربية المدن طيب. العالمية كان قلنا، بس أنت يعني مرة واحدة على باريس يعني رحتي كأمينة عاصمة رحتي لباريس وشفتيها شلون تريد يعني التوأميها حتى تجيبين من عندها يعني ما يمكن أن طيب. تجلبيه من حضارة وتقدم بس أمينة بس ما شعارات يعني ما طيب شعارات. بس أمينة بغداد أيضا حذرت بالموضوع من تصرح تقول لك بأنه إحنا عندنا ميزانية، هذه الميزانية يعني تقريبا قدرتها $90 مليون، قالت إحنا نحتاج ضعف هذه القيمة حتى نقدر نحل المشاكل مال بغداد، حتى نحاول نقلل على الأقل من المصائب الموجودة في بغداد. بالتالي يعني مع وضع بغداد مساحتها 900 كيلومتر، دا يزداد عدد سكانها بسبب عملية عودة النازحين، النزوح من المحافظات الأخرى اللي رجعوا لها شافوا بيوتهم دمرة راحوا إلى بغداد، يعني سميها ما شئت، حتى السياحة الموجودة كل هذه يزيد من عدد السكان. بالتالي يعني هي بالعكس هي صرحت هذا التصريح، لكن بنفس الوقت تقول لك أنا محتاجة فلوس أكثر حتى أحقق هذه الأمور، ومن دونها ما راح تكفي، لأن هذه كلها معطيات صعبة.
اي صحيح، ولكن مو يعني تقترب من باريس وتريد التوأمة. هي التوأمة بالمناسبة يعني بكل سهولة وببساطة، ولكن احنا وجدناها كمتابعين توأمة وكأنه مقاربة او تشبيه. نعم، وانا في تقديري هي ربما كانت يعني تقصد انه تريد ان يعني من هذه التوأمة الاستفادة من خبرات الفرنسيين ربما وإدائهم، وهذا طبعا فارق كبير. ولكن أقول في تقديري أيضا التقدير الثاني لهذا الأمر أو التصور، هي تحفيز، يبدو تحفيز حكومتها أو تحفيز السيد العبادي أو تحفيز البرلمانيين ربما لزيادة تخصيصات الأمانة لأجل الارتقاء بواقع العمل. ولكن أبقى هنا أشير إلى أنه من الحسن أن يحصل توازن في التصريحات، أي أنه كل واحد يصرح على قد حجمه. طيب العراقيين ليش يجي فقدوا الأمل بالعراق، فقدوا الأمل بالتطور، فقدوا الأمل بالمستقبل؟ يعني هذا التصريح مثلا أخذ بشتى الأشكال، دعاية انتخابية، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تعليقات يعني رهيبة جدا موجودة على الفيسبوك، وحتى المواطنين العاديين اللي موجودين بالشارع. يعني ليش فقدوا الأمل بهذا الشكل الكبير جدا؟ ليش اليوم المواطن ما يطلع إلى أشياء إيجابية اللي من ضمنها حققتها الحكومة العراقية الحالية؟ يعني قضينا على داعش، تخلصنا من عملية الانفصال، مؤامرات كثيرة موجودة، اليوم الرايات البيض راح نجي نتكلم عنها باختصار. يعني ليش هيك المواطن من يصير الكلام عن البناء وعن هذا يستهزئ بالموضوع وفاقد الأمل وفقط يعني مأيس، يعني مثل ما نقول بالعراق فقد الأمل وخاب الأمل. يعني خاب أمله بهذه يعني المجموعة التي تدير البلد. طيب. والتي اكتسحها الفساد بهذه الطريقة التي يعني حرقت الأخضر واليابس، ولهذا كان يعول بالسنوات الأولى من بعد 2003 أنه يحصل تغيير أو يحصل تقدم أو يحصل أي يعني شعاع من أمل، ولكن هم على مستوى يعني 14 عاما الآن يظهرون ويقولون نسعى لبناء دولة مؤسسات، فتريد أن يعني من المواطن أن لا يخيب رجاءه وأمله به وهذا المستوى من الإداء الخدمي المتردي. طيب احنا عندنا وفد أعلنت عنه الحكومة العراقية راح يروح إلى مؤتمر المانحين في الكويت، احنا بدنا نحكي الآن عن البناء وخيبة أمل المواطن. هذا وفد كبير جدا، 143 شخص متوجه، ممثلين عن محافظات، ممثلين عن بغداد، ممثلين عن جميع الوزارات العراقية. بالتالي احنا جايين جاهزين كعراق إلى هذا المؤتمر اللي يهدف العراق به للحصول على 100 مليار دولار لإعادة بناء العراق. وبالتالي أرجع وأقول لك، ما المفروض المواطن العراقي أن يظل خائب الظن وأن يظل فاقد الأمل؟ اليوم هذه بصمة أمل في مؤتمر المانحين، وهذه القائمة تدل على جدية العراق بذهابه إلى هذا المؤتمر. شلون شفت هذه القائمة؟ يعني 143 يعني مشارك أستاذ أحمد، من ضمنهم كل وزير عنده 3 مرافقين. طيب. والسكرتير الشخصي والمصور. تعرف هذول الخمة بلاش، كلهم أعلنوا فقد الدولة العراقية، وإن كانت مدته يومين أو 3 ذهابا وإيابا، ولكن قل لي بربك يعني في الوقت الذي يتطلع المشاركين من المستثمرين والأجانب للالتقاء بشخصيات مرموقة ويعني شخصيات يعني تمثل الجو الخدمي الاستثماري العملي الذي يمكنهم من الوصول إلى يعني المبتغى الأساس في بناء إعادة الإعمار العراق. تقول لي أنه يعني كل وزير ماخذ له 3 مرافقين وسكرتيرين ومصورين، والنوب يجوز حتى القهوتشية بس بعناوين أخرى. وهذا يعني المؤتمر على مود العراق، فبالتالي الوفد العراقي كبير بهذا الشكل. يا أخي شخصيات استثمارية كبرى بالبلد وخارج البلد يمثلون العراق ما مشمولين وما دارجهم بالأسماء. يروح لي عنوان ما أعرف، رايح لواحد يعني مع احترامنا بعنوان يعني كبير في رئاسة الجمهورية، واحد مستشار ما أعرف وين ما له علاقة حتى بالأمور الاستثمارية ولا عادة الإعمار، واحد مدير ناحية جولة ولا والله أني
الدنيا كلها منكوبة من مناطق داعش. يجيني أبو جولاء مدير ناحية بالوفد يعني العبادي الرجل هو رئيس الوفد ووزراء يعني معنيين ويجيك مدير ناحية هذا شنو الاختيار غريب يعني من ثم المرافقين شد عوالي برستيج والنزق هذا سيد الوزير ما يقدر إذا ما يدحج على مرافقه أنت رايح لي سايق لي كم مرافق وياك أنت رايح لي على مؤتمر استثماري تريد تبني العراق هذول كل واحد 143 واحد كل واحد ما انصرف له أصغير الما بهم المرافق إذا ما انصرف له أنا أخذها من عندي 50 ورقة تعال قل لي هذا 143 واحد ايش كثر كم شده كم دفتر وين رايح يعمر لي وخذوا له خاف هم مجدين رايحين على الدول تبرع لهم تمنحهم لسواد عيونهم هسه يجون قاشين ال 100 مليون المليار اللي اقترحها السيد العبادي ترى ما راح ينطوهم اياها ولا نقدي وعمين يردون من الخزينه يعني ما راح ياخذوهم جديات المستثمرين انه جايين بهذا العدد وهذا ما راح يشوفون جديه من العراق مو يقول لك هذا والله جديه يبيعون على الرموز يا اخي والله يجيبون لنا من يمثل الموصل واحنا بدنا نحكي عن كارثه الموصل جيب لنا يعني مشاريع استثماريه مخربه مهدمه وحكينا احنا ذاك اليوم السكك الحديديه والله مهتمين لي بسكه حديد والله تحكينا انت يا اخي سكك حديد طيب ما اعرف منين تربط الى ما اعرف منين يعني خدمات يبدو تخص شريحه معينه او طيب وتاركي لك سكك حديد من جاي الموصل الى ما تقول البغداد فككوها تفكك كلها فككوها اللصوص وادعياء الحشود مو ما نقول حشد من يتسمى باسم الحشد عاي فيها ويروحون مدري وين يستثمروا لي مدينة سياحية مدري وين هذا الموضوع اختيار المناطق الاستثمارية هاي حدث ولا حرج هذا يرد له حلقة بحد زين فضلا عن ما تحدثنا به ذاك اليوم مصفى أكبر مصفى بالشرق الأوسط يترك وينشأ مصفى ما أعرف وين مناطق يعني بعيدة حتى عن طيب. مركز استقطاب أو مركز امتداد الأنابيب النفطية وما شابه هذه كلها تأخذ مأخذ الجد أمام المجتمع الدولي الذي جاء ليمنح العراق من يقول له أنت جاي تستثمر لي مدينة سياحية وشعبك جايع نعم السياحة مطلوبة ومدري إيش بس إحنا سوينا بس سياحة دينية وش كثر جانا الوارد من عندها حتى والله تريد تسوي لي مدينة سياحية بالجزيرة بالصحراء ما أعرف وين حتى على أساس يريد يحييها يعني هو أوروبي يريد يحييها للجزيرة ويزرعها ويصير خضراء منطقة خضراء أشياء دخلت بالاستثمار حقيقة لو يتعمقون وأنا أنصح من هنا من منبركم أنصح هذول الأخوان المستثمرين أن يدققوا جيدا وهذا ليس تشكيكا بالجانب الرسمي الحكومي وإنما هناك مناطق تستحق الاستثمار أكثر مما تم طرحه على الورق أتمنى أن يأخذوا حيثيات ويدرسوا وقائع ويعني دراسة الجدوى معمقة للمشاريع الاستثمارية التي يراد طيب العمل بها باختصار شديد جدا هل الموازنة راح تنقر قبل مؤتمر المانحين أم بالحقيقة ما راح تنقر وما راح يلحق ما راح تلحق الحكومة العراقية وهل ستؤثر على المؤتمر أم لا يعني تأثير فعلا قد يحصل تأثير ولكن يعني شنو التأثير هو خلافات سياسية على بعض بنود بالميزانية هذه أمام يعني هؤلاء المشاركين بالمؤتمر يعني قد تشكل لديهم شيء أنه هناك عراقيل سياسية وأمور روتينية يعني يقول لك أنا جاي أريد أستثمر مشروعا معينا إن كانت هي على مستوى رئيسي يعني بالبلد مناقشة الميزانية قد أخذت هذا الوقت والروتين والأخذ والجر إذا كيف بمشروعي كيف سيحصل يعني انسيابية بالإداء ممتاز. والسرعة في تسهيل الأمور ممتاز الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم شكرا جزيلا على حضورك شكرا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء